تفكش ما تفكش ما تفكش ما تفكش على حقوقنا ما منزلش على حقوقنا ما منزلش على حقوقنا ما منزلش على حقوقنا ما منزلش وعلى الشينا وحد الشينا على الشينا وحد الشينا على الشينا وحد الشينا على الشينا وحد الشينا السلام عليكم. تحية نضالية نهار سي ورخص مازيغ، لأنه الرسالة موجهة للرأي العام لكيتشان دي بن طيب. نهار نوزد المدرسة للعهد الجديد، المدرسة يعني العهد الجديد تعرف كواسات يجن الحضور يجن المديرات الجديد أو العام التسخ المدرسة العهد الجديد. وظن غدا التصنيع ورن بانه المديريات تاع السفراخ الاولياء الامور التصنيع انت راح عندك غاس تمن غاكيسان سجن طريقه غير لائقه، مع العلم انه الاداره التربويه ديال المؤسسه التعليميه هي خصها تيري اولا تساوى سجن مستوى غاتيري غا سجن مستوى التواصل غاتيري غا سجن الاخلاقي زي غاتواصل لكي ودنا وتمارس مجموعه من الممارسات السلطويه من الاساتذه من قبل الاستاذ وجما ما راه يتوطب ليا الناس نيخي يبد غفوات نيخي كاش حاجات المهم والسيوير شاك الاساتذه مليح تسكيس ندي استفسار ثم هو نشي ندير الكونفدراليه الديمقراطيه الشور ديال النقابه الوطنيه للتعليم ينمون ديكيج النقابه معرض ناخذ الاساتذه يوضا نقدر خبار بانه السيده تجدر شوات سجن عقليه تو نتمنى بانه ديال المغرب تسالى ولكن تو يغضب بعاد قريب ونترى نخص العقليه تعقب العقليه العهد القديم العقليه المخزن المقدم من هي تعراني وانا غوم كاروية روحوا توقم شويه المؤسسات التعليميه غاس نتيج الحرمه ليس نتيج نجوي تسود التواصل الحوار الاختلاف جا المكونات من الاسره غدا اخر ولكن السيدايا ابات الا ان تاتي ضد التيار وسين غاس مجموعه من الاخوان زي المكتب المحلي النقابه الوطنيه للتعليم لا سيديتي بهدف التواصل نشي من حقنا كنقابه نتك زياره المؤسسه نقاس زياره جميع تقريبا جميع المؤسسات اللي كان داخل يتقبل شمن طيب ولكن السيده المديره ومدايس الاخوان وثن وتوفين شاء اولا ننتظر هذا الوقت العمل وهو توجد شيء المؤسسة ثوس دغاس نسجلي انت اصلا وتحترم بالصفة المديرة زيت الدعثة مني ديريكت توفين نصور ناكس مجموعة من الاساتذة تعود الناس المشاكل اللي توقع عنك السيدة المديرة ثوس دغاس نسجل اسلوب فض يجن اسلوب تسمى وغاس بالوصف ثوس دغاس نسجل الاساتذة طلب زيس الالتحاق بدون السلام عليكم لا التحيه لا تسكسر هذه الحاجه تخضر غير الاساتذه جدا القسم جديد القسم النش نشي ثاني ثاني نخدم ذي مؤسسه تعليميه مش نخدم بالزوارو ونتشبو ضد ذي عامنا وتشبو باباس مؤسسه تعليميه ولكن مع احتراماتنا تسمى ثاني كيخدم ضد ذي عاد خصها سنيري راني هني الحقوق الانسان ولكن الواقع قاش نغني انت تعتبر منايا الناس مع العلم انه منايا مؤسسه تعليميه مؤسسه عموميه اي انسان اي مواطن غازي ميسني خو غازي شي من حقه غازي هذا هاكي سي تواصل السيدات راه غادخل اعضاء المكتب غالبيرو الناس المهم اني واش اصلا زكم الزوار والتواصل والو راه حمد غاري وخميت تسمى خدم الغاز ثوث غاز سيولنا كي قدم الناس يخفن سن امين على امين على شي اعضاء المكتب الهدف منه هو التواصل مع مجموعه من الاساتذه ما راهينش اختلافات انت نحل شي اصلا الدور نتقيت كدور تشاركي للعمل النقابي السيده واسي عجيب بورحار طالبة سنس الترخيص كي خيكي تيابي واسين والو طالبة سنس شان الحوايج لا علاقة هاك العمل النقابي واسين خموت فهم تاع الزوان ديك التسلط الاخوان وضح الناس الامور هم كاعرو ثوث درجة انه مخمين تترزي المكتب طلب الناس تحمل المسؤولية نسو كاع غاتمديث نهار نجمع منايا او عشية نتفاجئ بانه تواصل لك القايد المقاطعه يتواصل لك الاخوان بشكل شفوي ويتوعد وتجيبوا شكايه رسميه ودينا
باسكو شنو هو المشكل ديك السيده يا ولكن واخا يا منين تات تراح الدارك الملكي تلقى الشكايه زي ثلاثه اعضاء المكتب واخا تما الجهه النسي والزويسه تستدعى المكتب ومن معاه تستدعى النقابه الوطنيه على المستوى الوطني كتلقى دي الشكايه توفيق الخشيني الاستاذ ومن معاه نروح نروح يمكن تواصلنا كسرة الداخلية عامله ما مش ديوض ثوقي ما تنازل نروح غاس نشين غدارك حرن المحاضر الإخوان الأساتذة وفي قزة الشكاية نسب والشتم مع العلم أنه من هي واتشي الأساتذة توصلنا كيس سجن اللغة التواصل زي توصلنا نبدأ ولكن تاث ثاني دلبو تان ثاني الكذب من يخصو سويتي ليشا المهم شي من يتسجلت كأسف كأسف ونتمني شغل آخر نيوذان تيان مدارس نخذي الإقليم أكثر وان الإقليم معامل سجن العقلية عن هجية العقلية تسمى بائدة صافي تسهل العقلية يعني شنا قيمة متعرنة خيوة أنا غدفع حشومة قاعة أنت مؤسسة تعليمية وتحياتي لكم جميعا نشينا راه غاخذ الانترنت الاعتصام يبدا زي 10 الصباح وانسي شامر مغي كمل راه مارس تعنت السيدة يا المديرة والسي خرمان كيس غنوض الاساتذة نتسجل كيس التضامن يقول الاساتذة خت عسافة داخل اش كل شيء شان ونشي نقارس نزيد من فارق كاخا كيدوم دي اي الخطوات تقرر مثلا كاخا كيدوم مرني ايام مستعدين نصعد لانه هو تشبو مانايا تقيد العنتارة حد ولكن مانايا تقيد دفاعا وصونا لكرامة الاستاذ وصونا حتى لكرامة المواطن الريفي البسيط يدي تسن المديريه غالمديره هاكي تواصل خميس تقابل سجن اللغه لا علاقه مع الحوار ملي غاش مالي تسجلت باسف وتحيه نضاليه لكم وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على اشرف المرسلين. من هذا المنبر نوجه تحيه في البدايه المنبر نادور بريس اللي كيتابع كل الاحداث في بن طيب كيغطي جميع الاحداث. بداية نحن في النقابة الوطنية للتعليم نتواجد اليوم في هذه المعتصم أو في هذه الوقفة تنفيذا لقرارات المكتب المحلي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل. هذا القرار اللي جاء نتيجة لعدة اختلالات متواجدة بمدرسة العهد الجديد والتي ساهمت فيها حتى المديرية الإقليمية بتأخرها الملحوظ خاصة بعد اتصالنا بها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020 ونددنا وأكدنا بأن المشكل في مدرسة العهد الجديد إن لم يتم حله عن طريق عبر القنوات الرسمية سوف يتفاقم ويصل إلى ما لا يحمد عقبه. من هذا المنبر المشكل اللي كاين في هذه المدرسة هو ما بين المديرة والأساتذة ما عرفناش كيما نقولوا علاش مدير كيجي في البداية ديالو مديرة عاد كيتخرجت تعينت وكتتعامل مع الأساتذة بطريقة استفزازية مجموعة من الخروقات اللي كندينوها بشدة. لهذا نطلب من المسؤولين تدخل عاجل لإيقاف فيما يمكنه إيقافه كما نتضامن مع الإخوان في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نتيجة للشكاية الكيدية التي تقدمت بها السيدة المديرة ونعلن من هذا المنبر أيضا تضامننا الرسمي معهم وشكرا. إذا اليوم تواجد ديالنا كنقابة وطنية للتعليم منضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تواجد ديالنا اليوم أمام مدرسة العهد الجديد عنده أسباب أهمها دفاع عن الحريات النقابية. علاش؟ لأنه هو باختصار بعد زيارة الأعضاء من مكتب فرع بن طيب للمؤسسة من أجل الوقوف على المشاكل اللي كاينة في المؤسسة منذ الدخول المدرسي رغم الترحيب ديال المديرة في بداية الأمر بهم كنقابة إلا أنها أثناء التواجد بالمكتب رفضت أنها تتواصل معهم وتناقش معهم المشاكل ديال المؤسسة ولكن الإخوة ديالنا في مكتب الفرع اعتبروا بأن التواجد ديالهم في المؤسسة راهم شركاء يعني هذا هو الواجب وهذا هي المهمة ديال النقابة أنها تحل مشاكل وتشتغل كواسط من أجل حل المشاكل واللي هنا كنأكد عليه أنه في إقليم دريوش أغلب المشاكل اللي كاينة في المؤسسة التعليمية
تم الحل ديالها بشراكة مع النقابة وتدخل من المديرية أو مديرين المؤسسات. ولكن مدرسة العهد الجديد كانت استثناء، عوض تيسير الوساطة وحل المشاكل السيدة المديرة اختارت طريق آخر، اختارت طريق ديال شكاية كاذبة وكيدية في حق أعضاء مكتب الفرع. هاد الشكاية كتتهمهم فيها بالسب والقذف والتهجم على موظف، وهادشي ما كاينش. الإخوة ديالنا في المكتب أكدوا أنهم ما كانش هناك أي سب ولا قذف، ومسألة التهجم راه غير ممكنة، لأنه التواجد ديال النقابة في المؤسسة راه مرفق عمومي، وهما جاوا تواصلوا مع الإدارة. يعني هذا ماشي البيت ديالها الخاص باش نقولوا بأن واحد مجموعة ديال الناس تهجموا عليا، هذا راه مؤسسة عمومية، وهاد الناس راه عرفوا براسهم في البداية كأعضاء ديال النقابة. ولكن المدير اختار الطريق ديال الشكايات، الطريق ديال المحكمة، الطريق ديال النيابة العامة. حنا هادشي كنرفضوه، كنعتبروه تضييق على الحرية النقابية، ولهذا السبب حنا اليوم جينا لهاد المؤسسة هذه باش نعبروا على الموقف ديالنا، وهادشي اللي كاين ببساطة. ولكن اللي نأكدوا عليه أن الباب ديال الحوار وديال التواصل راه مازال مفتوح، يعني كنرحبوا بأي يعني مبادرة باش أننا نحلوا هاد المشاكل هذا بواحد الطريقة يعني حضارية، بالتواصل، بالإنصات، بالتفاوض، بالحوار. وشكرا. البداية سجلنا كمكتب أو كفرع محلي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجموعة من الخروقات والتصرفات لا مسؤولة لمديرة العهد الجديد. هذه التصرفات المشينة اللا أخلاقية واللا مهنية للأسف صادرة عن مسؤولتين من هذا القطاع. طبيعة الحال هنا نقف للأسف للتنديد وشجب ورفض كل هذه الممارسات التي تحط وتصغر من رجل التعليم. إذن نحن كفرع محلي نرفض بالبت والإطلاق جميع السلوكات التي لا تمت للأخلاق بصلة، وكذلك نحمل المسؤولية كاملة إلى المديرية الإقليمية لعدم التسرع في حل هذا المشكل القائم. إذن تحية لجميع مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وتحية للجميع. الناس كيشتغلوا كيكافحوا كيديروا مجهودات جبارة، وأصلا مع الدخول البراسيل هناك مسؤوليات ذات لهم وأثقلت كاين لهم، ولكن مع ذلك السادة المدراء كانوا في حسن مستوى التعاون مع الأساتذة، حاولوا ينجحوا الدخول المدرسي اللي كيعرف حالة استثنائية هذا العام مع الوضع الاستثنائي اللي كنعيشوا على المستوى الوطني. المديرين كانوا مجهودات جبارة، حنا كنحترموا هذا الشيء وكنحترموا كل الشرفاء اللي قلت بأنهم الأغلبية ديالهم اللي كاينين في إقليم دريوش ناس شرفاء كيقوموا بمجهودات، وحنا عارفين البنية التحتية ديال إقليم دريوش، عارفين بأنه الإقليم دريوش إقليم فتي، الأغلبية المدارس كاينة في العالم القروي، عارفين البنية كدايرة، ولكن مع ذلك الأغلبية قاموا، كاين اللي شرا المحكمات من جيفو، كاين السادة المديرين اللي داروا مجهودات ورافية باش ينجحوا هاد الدخول المدرسي. ولكن كنتفاجئوا اللي كاين مازال واحد النسبة قليلة اللي ما كتمثلهمش صراحة، وحنا كنحيوا الإدارة الدفاعية من هاد البيت، كانت محلي ولا كنقابة وطنية للتعليم. واحد السيدة مازال ما عرفتش واش ما خبرهاش، واش مطلعهاش، واش مازال كتأمن بلي هاد الشيء صحيح؟ راه مؤسسة تعليمية هادي، راه ماشي اللي كاينة عسكرية، هادي راه مؤسسة تعليمية، راه من الواجب أن السيد المدير يكون فيه الأخلاق وخص تواصل بالأخلاق. هذه مؤسسة ربوية، راه ما عندناش الجيش هنايا باش نبقاو نقولوا الأستاذ أدخل القسم مخرج أنت ما جي أنت جي أنت، وراه هذيك الكرامة ديال الأستاذ، وكيف بغيتو هذا الأستاذ يخدم إلا الكرامة ديالو كتهان قدام التلام ديالو. مع الأسف كنسجلوا هذه العقلية مازال كاينة. المهم بلا ما نكثر على الإخوان، كاين الإخوان يمكن كيدوزوا الإمتحان هنا في هذه الإعدادية، باش ما نكثر
نكثروا ما نكثروش عليهم. حنا كنعلوا على بدايه المعتصم ديالنا الانذاري، كنقول انذاري وصل مع الانذاري، رحنا مستعدين نمشيو لابعد مدى، نمشيو لابعد مدى مع هذه السيده المديره الى وقفت هاد التعنت ديالها، الى ما رجعتش لجهدها تصوبها راه غادي يمشيو معها لشي امور يمكن غادي تعفى كاع ترجع لبلاصتها هادي كاع. ما عرفتش واش صحيح انها تبقى كمديره، الى ما بغاتش تنزل لغه الحوار وتنزل نتحاوروا نجلسوا معها وتخلينا نخدموا كاملين، راه عارفين الظروف ديال التعليم، عارفين المشاكل ديال المنظومه، ما خصناش يتزادوا هاد النوع اللي ما عرفتش واش كيفكروا، واش ما عرفت صراحه واش عندهم شي وعي ان مازال الاستاذ يتعامل بهذه الطريقه. المهم الاخوان كنعلو على بدايه المعتصم ديال الاداري كما قلت، وحنا مستمرين نخليو الناس يديروا الامتحان ديالهم، حنا معتصمين وتحيه نضاليه لكم كل باسمه المجد والفضل. على الشينا وحد الشينا، على الشينا وحد الشينا، على الشينا وحد